المنتخب الجزائري وبدا يعني في المنافسات نتاعو يعني، وحنا كيما نقولوا المستوى يعني تاعنا باين في بعض الرياضات، وعندنا مستوى في رياضات اخرى مستوى اعلى من مستوى اللي بان به الفريق الوطنيه. وحنا ان شاء الله ننتظروا الان يعني التوقعات تاعنا اللي كانوا يعني في النتائج الجيده ان شاء الله راح تحقق في الايام القليله القادمه ان شاء الله. شوف الهول هذا ما بداش من اليوم، الهول هذا بدا من 2023 في بطولة العالم، لما يعني شوف يعني كيف بدأت في كل التصفيات تاعها إيمان ولا كلام، لما وصلت للنهائي تم بدأ الكلام. هنا اللوبي الصهيوني تاع اللي متواجد داخل الاتحاد الدولي السابق إيبا، هذا اللوبي الصهيوني هو كان يحاول زعزعة إيمان، لما شافوا أنها لم تزعزع إيمان ولم يمس يعني شعرة من استقرارها، هذاك الوقت كانوا أخذوا قرار أنه يوقفوها. اليوم إيمان أنصفتها اللجنة الدولية الأولمبية، لما أنصفتها اللجنة الدولية الأولمبية الناس هادو من اللوبي هذا الصهيوني عارفين أنه إيمان راح توصل نتيجة عالية يعني، ولا في التشويه ولا في الأخر هذه تاعهم. أنا نقول لكم يعني هاد الأمور هذه ماهيش راح تقيس إيمان. إيمان في صحة جيدة ويعني في حالة ذهنية رائعة.